بعد ما الدفاع ديال المتهم قرر الانسحاب والمحكمة اختلت للمداولة في القرار، الدفاع تراجع وحضر في الجلسة الأستاذ الماروري والأستاذ أستاذ آخر، أستاذ ماروري والأستاذ العلاوي. وبالتالي المحكمة ما كانش في حاجة لاتخاذ القرار مادام أن رجعنا للوضع الطبيعي ديال حضور دفاع المتهم. الأستاذ كروت رافع، وأقول لكم بصدق أنا عاد عرفت علاش، عرفت السر لماذا يعني هرول البعض ولم يريد سماع مرافعة دفاع أستاذ كروت المطرب حق المدني. حقيقة بصدق كانت مرافعة شيقة، لم جانب القانون ولم جانب الفقه ولم القضاء، وعرفت العديد من التقطعات، حيث أن كل مرة الأستاذ المروري كيوقف الزميل ديالنا، لا ماشي تعقيب، هذا راه حقا، هذه راه مرافعة جديدة، رغم أنه كان تيعقب ما كانش كيدير مرافعة جديدة، ولكن كان كيرافع بالقانون بالفقه والقضاء. والمحكمة حضرت الأستاذ المروري الزميل ديالنا، قالت له آخر مرة، لأن بعض المرات خمسة راه غنطبقوا القانون في حقك، ما تجعلناش تحرجنا. والرئيس قال له بالحرف، قال له الأستاذ المروري راك تكلمتي يومين وأنت خارج الموضوع، المحكمة كتقول واحد الدفاع كان خارج الموضوع، وانا نقول لكم كان كيدير خطبه الجمعه، استحي نقولها، زميل ديالي ولكن كيدير خطبه الجمعه، كيهضر الفقه الاسلامي، واش علاقه الفقه الاسلامي؟ هذه دعوه جنائيه، اما القانون اسكت، كيرافع بالفقه وبالخطبه وبالزواج وداك الشيء ما عنده علاقه به. المحكمه قالت له راك يومين كتطرف خارج الموضوع وما وقفتكش، ولكن خلي الاستاذ، وبالتالي انسحب وخلى الاستاذ العلاوي. الاستاذ كانت المرافعه ديالو سكروت، كانت المرافعه ديالو تقنيه، مرافعة تقنية وركزت على بعض الإشكالات اللي طرحوها وسوء الفهم اللي كان عند دفاع المتهم. مثلا تيقولوا جريمة الاتجار في البشر باش تحقق خصو يكونوا البطويات وتهجير الناس، نص واضح، إما ترتكب داخل الوطن أو خارجه، ترتكب إما ضد شخص واحد أو ارتكب شخص واحد، يعني ماشي بشروط أن يرتكب التجار في البشر ضد عدة أشخاص أو أن يكون مرتكبا ضد عدة أشخاص. الجريمة تتحقق ولو ارتكبها شخص واحد ولو ارتكبت ضد شخص واحد. والمسألة الثانية اللي وضحها الأستاذ كروت وكنا وضحناها كاملين، والتجارة ماشي بيع وشراء عباد الله، باش كتقول لي المقابل، هادشي ما عنده علاقة بالمقابل، هذا راه استعباد الناس. هذا وشرح مزيان ما هي المصلحة المحمية قانونا من جريمة التجارة في البشر. المصلحة المحمية هي حماية الكرامة، والكرامة راه أكثر من الحق في الحياة، بلا ما نهضروا على الممارسات باش ما نسيئوش، ممارسات حاطة بالكرامة استعباد. وشرح الأستاذ داكشي ووضح، وما تيقولك التجارة في البشر جريمة دولية، لا راه جريمة وطنية، كون جريمة دولية كاع مدخولة في القانون ديالنا. وكيقول لك اودي راه ما كانش تجنيد، ما كانش استقطاب، والتجار في البشر وما فهموه، التجار في البشر لفائده الغير، لا التجار في البشر قد يكون لفائده النفس، انت كتاجر، والتجار هنا راه مصطلح ما فهمش، هو استغلال، اي صوره من صور استغلال واستعباد والمس بكرامه الناس يعتبروا تجاره في البشر. التجاره ماشي بيع وشراء، راه انت الا مسيتي بكرامه شخص ما عنده علاقه بالبيع وشراء، مس جريمة المس بالكرامة. وشرح الأستاذ أن هذا الشيء راه كان بالرغم عن إرادته، أنه ما كانش ممكن الظروف ديالو من القاهرة، وكاين اللي يفهم الحاجة هي الفقر، والحاجة لا، حاجة لا علاقة بالفقر، حاجتك إلى عمل، حاجتك إلى إقامة برنامج، الحاجة ماشي هي الفقر، ما فهموا الحاجة هي الفقر. وكيقول لك الهشاشة، وراه كاين شي ضحايا ما فيهمش الهشاشة وحنا كنعترفوا، ولكن راه عندهم الحاجة، ولكن وبلا هشاشة بلا حاجة، كاين ما يسمى بإساءة استعمال السلطة. أنت كرب الناس كيجيو للعمل باش يخدموا، باش ماشي تمارس عليهم الفساد والجنس، ماشي دير لهم السخرة الجنسية، واش راه مرتكب في محل العمل وفي ساعات العمل وكيخدموا مور ساعات العمل. يعني الأستاذ كروت بصدق كانت مرافعة قانونية فقهية قضائية، تلاقات مع الدفاع ديالنا ومع النيابه العامه، وماشي عيب، علاش تلاقي؟ لماذا استاذ زميل ديالنا مروان قال لك اسيدي راه كيرافع النيابه العامه؟ ما كيرافعش النيابه العامه، هذا قانون،
وأنا كرجل قانون أفهم القاعدة القانونية على ضوء ما يفهمها رجل القانون المستنير، رجل القانون اللي بغى يستافد. وأنا شخصيا كيبقاو يقاطعوا كل ساعة، قلت لهم استافدوا، اعتبروا زكاة فطر ولا زكاة علم وكتبوا، مابقاوش نقاطعوا الزملاء باش إلا بغينا نقدموا فعلا نموذج أخلاق. والمحكمة راه حدرات بهاد المقاطعات و... وعلاش أستاذ كررت بالضبط؟ علاش؟ لأنه أنا قلت لهم أفهمكم وبالقانون وبالمراجع القانونية والفقهية والقضائية والمراجع الدولية. دابا الأستاذ كررت راه حنا مشينا نسالحوا، المحكمة رفعات الجلسة واحد ربع ساعة وغايعود الأستاذ كررت يعقب، وحنا اختارنا نضمنا راسنا حنايا والسي كررت ركز عليها. نحن كدفاع المطالبات بالحق المدني لدينا خطاب واحد موحد، ماشي شي فينا تيقول لك ولا راه ما كايناش جريمه، شي كيقول كاين جريمه، شي كيقول كاين فيديوهات، شي ما كاينش فيديوهات، شي تيقول كودي المتهم. والجميل في مرافعه الاستاذ كروط هو انه ابرز تناقضات المتهم. نقول لكم المتهم اش كيقول في محضر الجلسه اما في مجلس القضاء وذلك يعتبر اقرار واعتراف، اش كيقول؟ انا راه متسوسه ليا الكاميرا. ما معنى ان الكاميرا مدسوسه؟ راه الدري الصغير كيفهم اللي كتقول له كاميرا مدسوسه يعني انت تناقش شرعيه التسجيل ولا تناقش مضمون التسجيل، حيت الا كانت شي حاجه ماشي ديالك ما كنقولش كنقول مدسوسه وما انا عندي علاقه بها. هو لا ينكر اللي كترجع للمحضر ما كينكرش دفاع المتهم. والمتهم عاد واحد نقيب 20 تيقول لك هذيك العلاقه رضائيه، وراه شاروا البارح الدفاع لزوجة 20 وسد سهيل قال لك ما بقاش يقولوا رضائيه حنا ما كنعترفوش. يعني يمكن لي نقول لكم اللي كانت مرافعه قانونيه والمحكمه قالت بالحرف، قالت الاستاذ مارولي لا تقاطع استاذ كروت، لا تقاطع الاستاذ كروت لانه يتكلم في الموضوع وداخل الموضوع وليس انت اللي تقول كنت خارج الموضوع وكدير خطبه الجمعه. توقع صدور الحكم اليوم السبعيد ذلك، لان مازال النيابه العامه غترفع واتعقب عفوا وحتى هما يعقبوا. اعتقد متوقع من الامور الشيء ديال المحكمه، ولكن اتوقع ربما ستقول كلمه اخيره للمتهم يوم الجمعه.